بصراحة الله يرحمها، كانت يعني ممثلة راقية وبنت ناس كويسة جدا، الله يرحمها. هي اخر ساعات لها هي كانت كويسة جدا امبارح، يعني ده اللي انا عرفته من البوار. ان انا بقوله في ايه يا عم جعفر، قال لي ان هي كانت كويسة قوي بالليل وبتتفرج على ام كلثوم وعلى التلفزيون، وكويسة قوي قامت فترة الصبح ما فيش اي مشكلة. بس هو بيدخل، قالت لهم طب انا داخله الحمام، فوقعت. ده اللي عرفته، وقعت بره يعني في الاوضه وهي قايمه. انت اصلا كان ليكي تواصل معاه يعني متخش مثلا؟ لا كان ليا تواصل معاه، لان انا اصلا مديره حسابات في الشركه، كنا بنعمل عقد ايجار الشقه وكنت بدخل ادفع لها الفلوس ونكتب العقد وكده. وبعد كده بقى غدا هي اللي خدت منها الموضوع. يعني كنت بتتواصلي معاها تخشي تتكلمي معاها؟ بقعد معاها، ودخلت اوضه نومها واتكلمت معاها، وكانت بتتكلم معايا كانسانه واحده طبيعيه جدا. موجود معاها بنتها غادة طبعا، لان هي بنتها الوحيدة، وجوز بنتها معاها وابن بنتها، دول اهلها المقربين يعني. موجودين دلوقتي فوق؟ موجودين طبعا طبعا، وفي حالة وحشة طبعا وحالة انهيار طبعا. تمام. في طيب مواقف مثلا تفتكريها ليها او هي كمواقف انسانية؟ ليها، وكانت بتحكي لي شوية حاجات مثلا عن الممثلين. كانت ساعات تقول لي مثلا، اقول لها ايه رايك في دلوقتي، تقول لي بصي من احسن الممثلين الموجودين دلوقتي وابن ناس الممثل حسين فهمي بصراحه يعني. طبعا كفنانه كبيره، هي اقول لك يعني هو ده الزمن الفني الجميل مش هتعوض بيه، والبقاء لمصر بقاء لله، البقاء لله ومن عند انفسنا ومن عند جمهوريه مصر العربيه والعالم العربي كله. الله يرحمها فنانة ماجدة الصباحي رحمة الله عليها، فنانة كبيرة، والحقيقة انها يعني قيمة كبيرة كانت للفن والمصر، وادت عمرها كله للفن، مش كممثلة بس، كممثلة وكمنتجة كمان، من اوائل الممثلات اللي رواد اللي كان عندهم شركات انتاج، عملت افلام كويسة قوي وعملت افلام مهمة في تاريخ السينما المصرية. الحقيقة لا انا ما هقول الحقيقة ما عنديش اتصال بيها، لكن كنت من سنوات كده كنت بشوفها في نادي الجزيرة دايما من حين لآخر كده يوم الجمعة، وسلمت عليها في المرة يعني طبعا لأنها قيمة كبيرة، لكن أنا ما كنتش أعرفها بشكل شخصي.